من اكتر المشاكل اللي بقت تعاني منها اغلب الزوجات والازواج، بس بما اني يعني شويه مركزه مع الزوجات فهتكلم للمراه، وهو للاسف فتور، مش بقول لكم فتور في العلاقه، لا، هي حرفيا مش بتتبسط تماما في العلاقه الزوجيه مع الزوج. ايه خطوره الشيء ده وايه تبعاته وايه حلوله في بعض النقط؟ الموضوع شويه علمي، انا حبيت اجمع لكم ابحاث علميه وحاجات ما اعتقدش انتوا هتسمعوها في حته تانيه بمنتهى الصراحه والقوه، الموضوع يستحق جزء من البراءه. بس قبل كل حاجه، لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا. طيب انا عايزه انوه انه الحلقه دي طبعا للكبار، او يعني كبير، يعني تعتبر ادفانسد، يعني مش مناسبه لحد سنه صغير. الحاجة التانية انه في جزء علمي كبير هيبقى تقيل شوية، بس هو مهم جدا جدا، واعتقد اللي ما تزوجتش بس مقبلة على الزواج وواعية لسنها كبير وكذا، لا، مهم تسمعها لان هتفرق جدا في حياتها الزوجية ان شاء الله لما تتزوج. وان فعلا الموضوع ده انا عايزة اقول لكم ان تقريبا 70-80% من الاستشارات اللي بتجيلي يبقى جزء كبير منها ليه علاقة بالعلاقة الزوجية، او العلاقة يعني اغلب مشاكلهم يبقى دايما في عايزه تساليها طب انتوا ايه واقعكم، ايه شكل العلاقه الزوجيه بينكم، ايه معدلها، ايه بتفاجئي ان في مشكله كبيره في العلاقه بينهم، وده مؤدي لضغط نفسي وحاجات كتير جدا. فده شيء جدا مهم، وطبعا الكلام اللي انا هقوله ركزوا فيه، بس لو حسيتي ان انت عندك حاله مختلفه، حاله خاصه، تعرضتي لموقف معين مع زوجك وعايزه استشاره خاصه، تاكدي اني موجوده دايما ان شاء الله عشان اساعدك من خلال التواصل الخاص في الزوم، بتحجزي سيشن، موجود الروابط في اول تعليق وصندوق الوصف. اكتر الحاجات اللي بتاثر على جوده العلاقه، او ان انت تحسي ان العلاقه بقت سيئه جدا مع زوجك، انك بتاجليها جدا، كحطاها كنوع من انواع الترفيه. يعني انت بتتعاملي ان العلاقه ده شيء ترفيهي، شيء زائي، يعني خلاص احنا عملنا كل حاجه في الدنيا، يلا بقى نعمل العلاقه كانه مكافاه، كانه نوع من انواع الحاجات اللي بتتعمل في الويك اند كده، ما بتتعمليش مثلا انها حاجه احتياج اساسي زي ما بنعمل وقت للغدا، وقت مثلا للصلوات، وقت مثلا الاستحمام او كذا، المفروض في وقت متركز فيه للعلاقه، انت مش عامله كده. فطبعا تاخرها وجعلها اخر حاجه بعد ما اليوم كله يبقى قتلك، العيال قتلينك، البيت قتلك، تنظيف البيت، شغلك، مش عارفه ايه، فهل تتخيلي ان هيبقى عندك طاقه ولو 1% انك تعملي علاقه او تتبسطي كمان؟ يعني انت عايزه تعملي علاقه وعايزه انت كمان تسعدي بالعلاقه دي، فهل انت متخيله ان طاقتك هتبقى كافيه لكده؟ طبعا فاللي بيحصل كالاتي، كتير من الزوجات مثلا هي بتبقى عايزه، بس هي بتحسب اكتر من الراجل، لان مثلا السيدات بعدها تقوم مثلا مضطره تستحمى، وبعد ما تستحمى لو هي شعرها طويل فهتبقى محتاجه تعمله بالمجفف بالسشوار عشان ما يعملش ريحه، وده اساسي، اوكي؟ فممكن ايه توصل لمرحله ان هي تقعد تفكر في السيركمستانسز، في تبعيات العلاقه، فتقول لك بناقص قرف، فتتحجج له بقى، تقول له انا تعبانه، خليها بعدين، مش عارفه ايه. اللي بيحصل بقى ايه؟ اللي بيحصل ان هي بتستغرب ان تاني يوم وتالت يوم جوزها بيوقف لها على الوحده بالمعنى الحرفي، بتلاقي ان مثلا جوزها كل ما تيجي تعمل حاجه يتخانق معاها، دخل البيت هو فين الاكل؟ هو البيت مش متنظف، زي ما بيقولوا مش بيعدلها. ده في جزء كبير منه بيبقى ضغط، ان هو كان عنده نوع من انواع الهرمونات لما كان هو مستثار، او لما كان عايز علاقه معاكي، هو كان عنده التستوستيرون عالي جدا، اوكي؟ فانت لما صدتيه التستوستيرون ده تحول في جسمه لعناصر تسبب انه يبقى عنده نوع من انواع الريتيشن، او نوع من انواع الضغط العصبي، وكمان احساسه بان هو في شيء عايزه ممنوع منه وكذا وكذا، كمان بيعلي الكورتيزول، والكورتيزول بيبقى بيخلي سم متوتر، ويخلي نبضه عالي، ويخليه متضايق وكذا وكذا وكذا. في حين بقى اللي انت مش فاهماه، او ده للاسف انا مش عايزه اقول كده، بس ده سبب كبير، وانا سالت ستات في السيشنز سؤال صريح، السؤال كان كالاتي: انت اصلا يعني مثلا في جالي كده كان من ضمن السيشنز واحده حابه ان هي ازاي تتغير في علاقاتهم الزوجيه او تقلل الملل فيها، ف كان من ضمن الاسئله اللي انا سالتها لها لما قعدت توصف او قعدت تحكي على المواقف المحرجه اللي بتحصل وكذا وكذا، فانا حسيت من الكلام حاجه مهمه جدا، حسيت ان هي بتادي وظيفه، يعني انا مش حاسه ان حتى لما اقول لها اعملي كذا وكذا وكذا بتقول طب اعمله كده ازاي، ما هو المفروض ان الشيء ده هيطلع بشكل تلقائي اصلا، فكون ان هي مش مدركه ده معناها ان في احساس مفقود،
سالتها سؤال صريح، قلت لها هو انت بتستمتعي بالعلاقه اصلا مع زوجك، او ايه الاحاسيس اللي بتحسيها اثناء العلاقه وبعد العلاقه؟ قالت لي ما اعرفش. حرفيا. فده معناها ان في كتير من السيدات، انا اسفه اني اقولها، ما بتوصلش للنشوه، ما بتوصلش للاورجازم، ما جربتش الاحساس ده، وبسبب المواضيع دي ما بيفرص في جسمها اهم هرمون بيخليكي هاديه وبتحبي جوزك وتحبي ولادك وتطبطبي على البشر، ما تتخانقيش مع السواق، ما تتخانقيش مع البواب، ما تتخانقيش مع جارتك، ما تاكليش بنت خالتك الاكستوسن. انت عندك نقص حاد في الاكستوسن. الاكستوسن بيفرز من حاجات كتير، بيفرز من الطفل البيبي لما بترضعيه، بيفرز من ولادك لما بتحضنيهم، بيفرز لما تحضني زوجك او تقبليه، بيفرز من الحب. بس اكتر شاط بيفرز، وبيفرز معاه بقى كذا حاجه كمان حلوه بقى، دوبامين على سيرتونين على كذا، اثناء العلاقه الزوجيه. فكتير من الزوجات لما بتمارس العلاقه الزوجيه بدون ما تصل للنشوه مره واثنين وثلاثه واربعه، انا مش بقولك ان لازم كل مره توصلي، بس في افريج يعني، مثلا تخيل من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، او شريتي مرتين في الاسبوع حسب احتياجك، لان دي حاجه عامله زي الاكل، في واحد بيبقى بياكل كتير وفي واحد بياكل قليل. يعني في واحده ممكن توصل للاورجازم دي مره في الاسبوع تبقى هاديه جدا ولطيفه مع الكل، وفي واحده تانية لا، ممكن تحتاج ان هي توصل للموضوع ده مره كل يومين ماكسيموم، يعني مثلا ده اخرها في الصبر. ف بغض النظر انت ايه، اوكي، المهم انك بتكوني بتاخدي الشط اللي مناسب ليكي عشان تستحملي عيالك والناس والحياه والظروف وكذا. فاكرين في فيلم كده كان معروف، كان اسمه النوم في العسل، كان بيحكي على القصه دي، بس هم طبعا كانوا مركزين على الرجاله، كان الستات ما عندهاش احاسيس اصلا، مركزين ان هما بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض وكذا، لان نظرا لفشلهم في العمليه الجنسيه. بغض النظر، فالشط اللي انت بتاخديه ده تمام هو اللي بيخليكي هاديه، وهو ده سبحان الله الهرمون اللي بيفرز اول الست تولد. يعني انتوا شفتوا اكيد فكره ازاي الست بعد الم الولاده الطبيعي، طبعا هما الاثنين موجعين، بس طبعا الطبيعي في حته تانية، لانها بتبقى حاضره الالم قوي، وحاضره وهي بتولد الطفل، يعني هي بتبقى شايفه ان هو ده اللي بيوجعها، فاهمه؟ وهي بتولد الطفل بعد ما بيطلع، انت متخيله الكائن ده عمل فيها ايه؟ خلاها تشوف الم ما شافتوش في حياتها. فازاي بعد ما بيطلع اول حاجه بتعمله ان هي بتقوم حطاه وحضناه وبيساه وحباه جدا؟ ببساطه لان هي اتفرز في جسمها من ريحته ومن حضنه ومن اللي حصل اكستوسن من الطفل ده، اوكي، فده بيهديها جدا وبيخليها تتحمل الالم. ولان كتير من الستات ما بتاخدش الشوت بتاع الاكستوسن، فاللي بيحصل انها مش متحمله الزواج، هي بالنسبه لها ده واجب راتب. يعني تخيلي سوري العمليه الجنسيه، انت بتخشي مع راجل بيعمل معاكي شيء مؤلم، لان في مثلا ممكن يكون الراجل، او ممكن تكون اثناء العمليه الجنسيه انتوا مش بتحطوا لوبريكنتس، ما بتحطوش نوع من انواع المرطبات دي، هنعملها اصلا في الكورسات وفي حاجات كتير قوي الناس ما تعرفهاش عن الترطيب. مش شرط كل الستات توصل لمرحله الترطيب الطبيعي، ممكن يكون نظرا انها ولدت قبل كده، نظرا للخلل في الهرمونز، نظرا ان هي مهما انت عشان توصلي ان يبقى سوري المكان من تحت وات بشكل طبيعي، انت محتاجه تقعدوا في رؤى في, 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 في في جو كله حميميه وكذا مثلا نص ساعه ساعه، واقعيا ده ما بقاش متوفر كتير، اوكي. فممكن تكون الست مش مستثاره الضغوط النفسيه، يعني هي لازم تعمل العلاقه مع زوجها لانه محتاج، وهي محتاجه. ان احيانا يا جماعه العلاقه الجنسيه بتبقى لازم، مش لازم عشان انت سوري عندك رغبه، لا، هو لازم عشان انت تتبسطي فترحمينا من النكد، اوكي. فساعات العمليه الجنسيه بتبقى شيء مش هقول لكم الزامي، بس انتوا زي ما بتكونوا كده حاطين له وقت ولازم تعملوه عشان ما تتخانقوش حرفيا، عشان يبقى في بينكم كونكشن. وسبحان الله ده موجود، يعني موجود في القران، انتم لباس لهن، هم لباس لكم وانتم لباس لهن، موجود جعل بينكم موده ورحمه، موجود احاديث بتوصف العمليه دي وبتوصف قبل العلاقه بعد. فيعني الموضوع الكونكشن الجسدي ده اساسي، يعني هو مش حاجه اختياريه ولا حاجه قله الادب ولا حاجه عشان نجيب بيها عيال، دي حاجه كده بتتعمل زي الاكل والشرب عشان الراجل الستريس هرمونز والتستوستيرون والحاجات اللي بتخليه مجنون كده، سواء انه يبص لستات تانية، سواء انه يبقى عصبي، سواء انه يقرفك، تهدى وانت كمراه يكون عندك دافع انك تتحملي الراجل ده. فوصولك للنشوه في العمليه الجنسيه ده شيء اجباري، يعني شيء مش اللي هو اختياري كده. مش هقول لك يعني زي ما قلنا نقول 60% من المرات اللي بتعملوا فيها توصلي، و40% ممكن تعمليها عشان تبسطيه، لان دي متعه عند المراه. يعني الست بشكل طبيعي في جزء من المتعه بس انها تحس بالفيمينيتي بتاعتها، وان هي بتبسط جوزها، وهي دي يا عيني الجزء اللي عايش بيه اغلب الستات،
في الدول العربية، اللي هو الجزء بتاع بس ان هي بتبسطه كأنثى، او ان شكلها حلو، او انه قال لها كلام حلو، او انه طبطب عليها، او انه حضنها. هم يعني فاكرين ان هي دي كل المتعة اللي في الكون، مفيش غير كده. وكتير من الاهالي كده تقول لا ايوه هو كده بس، امال هو في ايه؟ لا هو في حاجات كتير، وانا مش هينفع هنا اخش في تفاصيل، لان يعني مثلا في اربع او خمس انواع من الاورجازم، انت متخيلي؟ فانا مش هينفع اخش في التفاصيل دي هنا، بس هنعمل لها ان شاء الله كورس خاص اصلا بالعلاقه الزوجيه وازاي توصل لكذا وكذا وكذا، انه كورس هيبقى يعني مش هينفع هنا، وهيبقى حميمي شويه، وهيبقى ستاتي قوي، او هيبقى خاص قوي. فده انا احيانا دلوقتي بقيت اديه بشكل شخصي لحالات من خلال الاستشارات، بعمل معاهم كذا سيشن، وبتبقى بتنطبق على حالاتهم ومشكلتهم، لان احيانا بيبقى في مشكله خاصه بينها والزوج والزوجه. وطبعا ان شاء الله هنعمله بشكل اكبر شويه، هيبقى في عدد اكتر في المستقبل ككورس، يعني كل الستات يعني، او كذا ست يعني فيه. فبشكل خاص انت لا، هو في حاجات انت بتوصلي لها، في شعور معين بيوصلك، وبعد ما بتوصلي للشعور ده انت بيفرز في جسمك حاجات كتير. لازم يبقى في تفاهم. من اكتر الحاجات اللي بتفشل العمليه او بتخلي الست ما توصلش للموضوع ده انها ما بتعبرش مع زوجها. انت متجوزه بقالك يا ستي سنه، انت لحد دلوقتي ليه مش بتقولي له ايه الاماكن اللي بتبسطك يا ماما؟ علقي، كلمي اثناء العلاقه، قولي له كذا كذا. مش هينفع اقول ازاي احط ايدك هنا، اه هنا مبسوطه كذا. عبري بقى بطرق سوري يعني ايه، مش فيهاش، انت مش بتعملي مباراه كره قدم، انت هتعبري بطريقه انثويه جدا ومغريه جدا، هتبقي مغريه جدا وهتعبري، فده هيخليه مبسوط. وما تمثليش انك وصلتي، ما تمثليش، شوفوا طريقه. في طرق كتير جدا الزوج يجوز انه يستخدم ايده، يجوز، مش عايزه اقعد افصل هنا، بس المهم ان انت توصلوا، لان الست ممكن توصل اوكي من ممكن تحتاج 10 دقائق 20 دقيقه غير الاستثاره، يعني دي مده العمليه نفسها، في حين ان الراجل ممكن خلال 3 4 5 دقائق، انت متخيله؟ فازاي دي يعني ست عايزه تحضير 30 دقيقه وعايزه عمليه 15 دقيقه عشان توصل، في حين ان الراجل 5 دقايق شارب راكب ما عندوش مشكله. فعشان كده الست بقى بتمارس هاله كبيره، سواء من تحضير الذات ان هي تقعد تعمل له فقرات وكذا، ده بيتحط تحت ال 30 دقيقه بتوع الاستثاره. عشان تخش في المود، بتجهز كل جسمها، بتشجعه، بتقول له اعمل كذا، بتحاول تعمل الحاجات، بتسهل عليه، بحيث ان هي في الاخر توصل للي هي عايزاه، بغض النظر بقى عن العمليه نفسها، قدره الزوج، مش عارفه ايه. دي عناصر زي ما بيقولوا هي بتبقى عامله زي السيمفونيه، هما الاثنين يبقى بيعزفوا سوا. ما ينفعش ان يبقى الموضوع احادي، او كل واحد كده تحس كان هما بيعملوا جريمه، واصلا الموضوع بالنسبه لهم هو كله غلط، كله حرام، والعيال بره سامعين كانه هو جريمه. طب هالعيال دي هتكبر تتجوز، هو انت فاكره ان ابنك اللي عنده 16 سنه ده ما يعرفش يعني انتوا يعني ما يعرف ولا ما يعرفش؟ انت ما خصكيش شيء، انت يعني ما ينفعش تفكر كتير، لان ابنك ده 90% للاسف هو خلال سنه وسنتين هيشوف حاجات اباحيه، يعني لان هو من باب الفضول. انا مش ببرر، مش بقول ان ده صح، بس بقول لك ان انت عايشه في هاله غريبه، هي مش موجوده، هي موجوده جوه عقلك بس. انت خلاص انت ملتزمه بالشرع، انتوا مقفول عليكم خلاص. اوكي يا ستي، شغلي ميوزك، شغلي دوشه، شغلي صوت مطر، شغلي اي حاجه لو انت حتى بتستحي من الصوت، بس ده كده بابا ماما مشغولين. ده اصلا في ثلاث اوقات، تخيلي بقى، يعني في بعض التفاسير بتقول دي الاوقات المناسبه للعلاقه، ان هو عشان زمان ما كانش بقى في قفل بقى وكده، الثلاث اوقات دول ما يجوز ان الاطفال تدخل عليكم. يعني تخيلي دي، ودي بيقولوا احسن اوقات اصلا بيبقى فيها الراجل يعني قادر على العمليه، يعني اللي هي من بعد صلاه العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، وتقريبا مش فاكره فين الوقت التالت، بس يعني تخيل الاوقات دي، قالوا فعلا الوقت ده بينفع الشخص بيبقى لسه فيه طاقه انه يعمل علاقه. فتخيلي دي في اوقات معينه ما يجوش ان هو يدخل عليكم. ليه ما يخشوش عليكم عشان تعملوا بقى انتوا حاجه بقى؟ يعني ده حاجه زي الاكل، فهي ده شيء انت يعني ما تسفهيش منه، ما تعمليش، لان ان هو ده السبب الرئيسي ان انت معصبه على الدنيا كلها، مش طايقه نفسك، مش طايقه الجواز. ما هو انت هتعملي ايفورت ليه؟ ما انت سوري يعني وجع بدني، وبتتوجع في العلاقه، وهتستحمي قبل، وهتستحمي بعد، وهتغيري الملايات، وهتحضري له لبس، وهتاكل ليه؟ ما هو انت مش حاسه بحاجه اصلا. لو عندك مشاكل اعمق من كده، يعني مثلا من البدايه خالص انت كان من زمان في مشاكل، اثناء العلاقه كان في مشاكل، اسمه ايه ده، في يعني في هيستوري معين بقالك كذا سنه، لا ممكن يكون في مشكله عضويه، يعني ممكن يكون العضو نفسه عندك فيه مشكله، سواء بقى المشكله دي اتعرضتي زمان لختان، سواء المشكله دي بقى في
في حلول بالولادة الطبيعي كتير، أحيانا بتكون العمليات بتحسن تاني الـ 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 الإحساس بال اسمه ده بالعلاقه. احيانا ان انت تعملي حاجه زي كده ما فيهاش حاجه، احيانا بيبقى خلل هرموني، احيانا لا قدر الله بتبقى في مشاكل جوه الفاجينا نفسها، يعني في مثلا لا قدر الله اورام مش عارفه ايه، يعني بتبقى ساعات انديكيشن تنبيه ان في مشكله. فانت ليه واخده الموضوع يلا انا عايشه يلا عشان الولاد؟ طب ما هو انت مش طايقه نفسك. ده في ستات بتوصل مثلا بقى لهم 8 سنين متجوزين مثلا او 10 سنين خلاص، لا هي مش عايزه علاقه خالص خالص. طب ازاي يعني؟ طب هو الراجل قاعد ليه؟ شيء علامه استفهام غريبه جدا، وتلاقيه قاعد في الحمام كتير، وتلاقيه بيتفرج على حاجات ومش عارف ايه. هو المهم انه ما يتجوز، بس هو مش مشكله اي حاجه تانية. طب الراجل ده قاعد ليه؟ هيصرف عليك ليه؟ كده. طب يعني انا بحس ان الموضوع حتى لو ده على فكره انا مش ضد، يعني مش ضد، مش قصدي، بس انا بقول ان في حالات ممكن يكون فعلا هي حصل لها تروما من العلاقه وهي مش عايزه تتعالج. يا ستي انا عملت علاقه جبت اطفال، انا مش بحب العلاقه، بقرف. مش بتقرف من جوزها، هي بتقرف من العلاقه ككل. هي بالنسبه لها العلاقه ده شيء غريب جدا يعني، خلاص ومش عايزه تتعالج وكذا. انا مع ان انت تتصالحي مع نفسك، ولو لقيتي زوجك عنده شهوه عاليه بصي يا سيدي خليني، انا مش هبقى مطلقه ومش عايزه الولاد يبعدوا عنا، والله انا عايزه يومين في الاسبوع ويا سيدي روح اتجوز. متصالحي مع نفسك، انت مش عايزه علاقه خالص خالص، مش عايزه راجل يقرب لك. ده اوريدي حصل، يعني السيده سوداء راحت اتنزلت ليلتها للسيده عائشه، يعني حصل ان ست تقول لك لا انا مش عايزه، مش عيب مش حرام، بس انا عايزه افضل زوجتك. هي قالت له كده حرفيا، فده مش عيب. احنا على فكره حياتنا سواء بقى كمسلمين او كعرب او ككذا، لو احنا اتبعنا الاسس الصحيحه والفطره السليمه ما فيهاش حاجه اجباريه. يعني مش الصح ان احنا نروح ننام مع ناس غلط، مش عارف الصح ان احنا ستات بتبقى مثلا جوزها خلاص هي والعلاقه معاه ضايعه، بس هي عندها شهوه ومكمله معاه عشان العيال، سبحان الله تغلط وتبرر ده. فانت على اي اساس؟ على اي اساس؟ فالعلاقه مش مكافاه، العلاقه مش حاجه تضيع وقت، العلاقه مش حاجه عيب، العلاقه مش حاجه بسن معين، العلاقة احتياج، العلاقة بتفرز هرمونات، العلاقة بتخليكي انت والراجل ده قادرين تعيشوا سوا، بتخليكي مستحملاه ومتخليه مستحملك. فشيء لازم تتعبوا عشانه. يعني كتير من ممكن الزوج وزوجة ينزلوا ويروحوا كافيه يقعدوا كتير يضيعوا ساعتين وياكلوا ويشربوا وكده عشان يتكلموا مثلا على ان هما ازاي مثلا يختاروا بيت جديد او ازاي ينقلوا الاولاد في مدرسة تانية. طب ما انتوا ما بتعملوش نفس الخروجة ليه تتكلموا في العلاقة؟ انتوا محتاجين تقعدوا تقيموا العلاقة بتاعتكم، العلاقه الزوجيه نعمل فيها ايه، انت بتحس بايه، انا بحس بايه، طب انت مش عارفه ايه، طب ايه كذا بيوجعك كذا. مش لازم اثناء العلاقه، ممكن نتكلم بعدها، خصوصا بقالهم كذا سنين متجوزين خلاص بيبقوا فاهمين بعض. لا والله انا بقيت امل قوي، انا عايزك تغيري، انا عايز كذا، انا بفكر، انا نفسي مثلا هي ست تقول له بس انا نفسي والله بقى ايه نروح مكان، نفسي مثلا نروح اوتيل نروح كذا، انا زهقت من الاوضه، انا عايز اغير الغرفه خالص، نفسي ابيض البيت، نفسي اغير مكان الغرفه. يا ستي جدتي بقى يمكن انت زهقانه مثلا. طبعا حاجات زي الريحه لازم تلفتي نظره لو انت متضايقه او كذا بطريقه لطيفه، تعالى ناخد شاور سوا، شوف جبت لك ايه، شوف استخدم المعجون السنان ده بيخلي البق كده مثلا مشطشط، اي حاجه. يعني انت مش هتقولي على فكره ريحه بقك وحشه جدا وانا بعمل معاك قرفانه ومش عارف. لا خالص، انت بتجيبيها طريقه خلينا كذا، ده هيبقى احلى، ده هيبقى احسن، ده هيبقى متطور اكتر، فاهمه الفكره؟ فكره اللونجريز، فكره التغيير في اللبس، فكره كل دي بتحسن العلاقه، بتحسنها اكتر. في طبعا حاجات اعلى من كده بكتير لبعض الحالات، بس مش هقدر اقعد اقولها. طبعا برضو من اكتر الحاجات ممكن تكون عامله مشكله كبيره في علاقتكم ان اول مره تعملوا علاقه، ممكن تكون كانت عنيفه، ممكن تكون كانت مؤلمه، ممكن يكون ساعتها هو ما كانش فاهم، ممكن تكون تعرضتي للنزيف. انتوا محتاجين ساعتها تعملوا سيشن، يعني تعالجي اول يوم. يا ستي هو ما كانش واخد باله، ما كانش عارف، ما كانش، لو هو راجل كويس وكذا خلاص لازم نتخطى بقى اول يوم ده، يعني لازم نتخطى اول يوم ده ونبدا نعمل ذكريات جديده حلوه. وانت من جواكي تسامحيه مثلا لو انت نفسيا اتاذيتي اول يوم جسديا كذا كذا كذا، لان غير كده انت بتحكمي على حاجه مثلا هتقعد 10 20 سنه ان انت خلاص الموضوع ده خلاص اوت كده، مش هتجربيه يعني. طبعا الكلام والتجريح وان هو طول اليوم كان باصص لي، ماشي انا معاكي، بس انا عايزاكي تفصلي زي ما الرجاله بتفصل. الرجاله حرفيا بتفصل بين العلاقه وبين اللي عملوه الصبح معاكي. يعني ممكن يكون متخانق معاكي مش عارفه ايه وتلاقيه بالليل عايز عادي. ليه؟ لان هما كده، هو بالنسبه له ده زي الاكل. انت كست ده حقك على نفسك، انا مش بقول لك انك بتهيني نفسك او كذا، بس انتوا ممكن من خلال العلاقه تتصالحوا. يعني هو بيقول لك اغلب الخلافات ممكن يمكن ان تصالح او تتصلح اثناء العلاقه. العلاقه قادره ان هي تعمل بينكم بوند تاني، تحببكم بعض تاني، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني دي من اكتر الحاجات اللي ممكن لما الناس بتيجي تتطلق تفكر فيها،
اللي هو ايه ده، لا بس احنا كنا كويسين قوي، كان بينا حميه، كان كذا كان كذا. مش هقول لك ان هي 100% هينبني عليها الزواج، بس دي ده نوع من الحاجات البوند اللي مش بيحصل مع ناس تانية. فدي من اقوى الحاجات المفروض ان تصبرك وتحسن العلاقه. فانت محتاجه تفصلي او تدي نفسك فرصه ان لا والله خلينا نعمل كذا بحيث ننسى. هتلاقي نفسك هديتي، الاكستوسن اتفرز، فبقيتي هاديه، بقيتي لطيفه. وهو يا ستي لو كان مضايقك استغليه بقى، يعني لو هو مضايقك وكان مرخم عليكي طول اليوم طلعي عينه، طلعي عينه في العلاقه لحد ما انت تتبسطي، بحيث ان انت زي ما تقولي ايه ريفنج، خدتي حقك ان انت خدتي جرعه الاكستوسن، فبقيتي سعيده، بقيتي ريلاكس، تقدري تسامحيه بقى. وده حقيقي، يعني اسفه اني اقولها، بتبان قوي في الناس اللي مستوياتهم متدنيه شويه او مش مستوياتهم، يعني ايه حياتهم وفكرهم، بتلاقيهم ايه تقول لك ايه انا كذا كذا مطلع عيني، بس يعني انا اسفه يعني اقولها في الافلام وفي الناس كده، بتقوم قايله ايه بس هي ما بتقدرش تسيبه، ما بتقدرش تستغنى عنه، ما بتقدرش مش عارفه ايه. يعني اكيد طبعا غير حته الفلوس، بتلاقيها بتصرف مثلا، يعني هم هتلاقي 90% من علاقتهم الجنسيه رائعه مثلا. فهي بالنسبه لها الموضوع، وحرفيا من اكتر الحاجات اللي بتأثر المراه، وهتلاقي نفسك حبك زاد جدا لزوجك لو زوجك قدر يمتعك في العلاقه دي. حاجه هتخليكي فعلا قادره تتحملي، قادره تعملي له ساندوتش، قادره تنظفي له البيت. هي طول ما الست ما بتحسش ما بتستمتعش، لا هي بتستمتع بالجزء النفسي، انا قلت لك المتعه ممكن توصل في حتتين، حته ان انت ست بتشبعيه وبكذا وكذا، هي دي ال 40% اللي ما بتوصليش فيهم. والجزء ال 60% اللي هو الهرمونات الطبيعيه كانثى، بتحسي بشيء معين اثناء العلاقه وبعدها، شيء معين بيوصلك لنشوه، بيفرز حاجات في جسمك، احساس معين لازم توصلي له، الاحساس ده هو اللي بيخليك قادره بقى ايه تنضفي وتعملي، وحابه العلاقه. ما يجي يقول لك يلا بتحبي تروحي ليه؟ لان انت هتتبسطي زيه. لكن لو ما بتحسيش يبقى في علامه استفهام، ما انت عمرك ما هتروحي زي ما بيقولوا الوجع الجسم برجلك، يعني ده كانك بتاخدي علقه. فانا اسفه ان الكلام شديد وعميق، قلت لكم الكلام للزوجات قوي، فبس انا والله يعني من باب يعني زي ما بيقولوا ايه نلحق ندرك ما يمكن ادراكه. فانا عارفه ان في حالات خاصه وكذا وكذا، تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الاستشارات، وانا عارفه ان انتوا هتبقوا عايزين حاجات اقوى واعمق في كده في الموضوع ده. اكتبوا لي لو حابين حاجه زي كده في التعليقات، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.